تحداك تلقاي هذا الزيت هذا في اليوتيوب، تنتحداك تلقايه في اي موقع من المواقع، لان كيتباع باثمنه غاليه وشي حاجه توب ديال توب في تسمين المناطق الانثويه، الصدر، السيقان، نيهونش، المؤخره، الحنيكات، اي منطقه حتى اليدين، اي منطقه بغيتي تستعملي ليها هذا هنيئا لك، راه احسن ما يكون في الزيوت. والناس اللي تيديروا القديره واللي تيديروا التحاميل واللي تيديروا متكتمين عليه ما تيبغيش يعني كلشي يعرفوا، باش ماشي كلشي صوبو، علاش؟ لانه تيتباع باثمنه غاليه البنات، ولكن راه شي حاجه اللي طوب، وانه يتقال في حقه ماجيك سحري، خليل في حقه البنات، راه شي حاجه طبيعيه وزوينه وتتعطيك نتائج مبهره في ايام قليله البنات. هذا هو احسن زيت، احسن كريم تصاوبيه بوحدك بمكونات كما قلت لكم طبيعيه جدا. غادي نوريكم الاسرار ديالو في هذا الفيديو، تبعوا معايا من البدايه الى النهايه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خواتاتي والغاليات ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم طوب ديال الطوب البنات، وصفة اللي استنيتوها هذه شحال، وتنتحداك كما قلت في البداية ديال الفيديو انك تلقاي هذا الزيت هذا تيتحط، لانه تيتباع عند الاخوات اللي كيديروا التحاميل، اللي كيديروا القديرة، اللي يعني كيزيدوا في المناطق الانثوية اون جينيرال بالزيوت وكما قلت لكم بالقويلبات الصحراوية وغير ذلك. انا اليوم غادي نعطيه لكم لله في سبيل الله، واعر البنات، واعر واعر واعر، تيبغي شوية التركيز في التصايب ديالو وكيبغي مكونات تكون اصليه، ولكن راه المفعول ديالو شي حاجه اللي قليل فيها اننا نقولوا ماجيك او لا سحريه، شي حاجه واعره البنات، غادي تغنيك على هادو اللي كيديو لك الفلوس في القديره وفي غير ذلك. ومع الاسف ولاو دابا البنات اللي كيتواصلوا معايا بحال هكذا تيبغيو يشريوها تلقاو مشاكل، يعني في الاثمنه طالعه بزاف، تلقاو عاوتاني انهم ما كيلقاوش الاصليه بزاف ديال الحاجات. مكونات لاول مره غادي نتكلم عليهم في القناه، ولاول مره غادي نعطيها لكم لان عليها طلب كبير بزاف، ومن خلال التجربه ديالي ومن خلال يعني حتى التجربه ديال الناس اللي كتبعني ولي كليون ديالي تيقولوا لي بانها روعه، واللي خدات يرجع ياخذ ويرجع ياخذ. غادي نوريكم كيفاش تصوبوها بوحدكم، اللي ما عرفش يصوبها غادي يتواصل معايا هنا على الرقم اللي غادي يطلع لكم على الشاشه. الطريقه راها سهله، وغادي نحاول انني نعطيكم كل شيء بالتفصيل وبالتدقيق، غير تبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه، ما تزقلوا فيه والو البنات. راه دائما تنقول لكم راه ماشي المكونات هما الاساس، الطريقه والنصائح المرافقه للمكونات والوصفه اون جينيرال راه هما اللي تنجحوها او اللي تفشلوها. راه بزاف دابا ديال المسمومات المكروهات تتقولي لها شنو تديري في هذه، تتقول لك كذا وكذا وكذا، ولكن الكود راه ما عطاتوش ليك، فهمتوا؟ راه كلشي تيعرف مثلا يدير الكيكه، كيقول لك فيها البيض فيها دانون فيها كذا، ولكن اش غادي نوخروا؟ شنو غادي نسبقوا؟ كيفاش غادي تطلع لينا؟ كيفاش ما غاديش تفش؟ راه هذا الشيء راه ماشي تيتقال في المقادير، فهموني شنو تنقول لكم باش ما يجونيش هذه الاسئله ان شاء الله باذن الله في التعاليق. بالنسبه لي انا تنصوب كميات كبيره طبعا، يعني بزاف بزاف بزاف، انتم غادي نوريكم كيفاش غادي تصوبوا زيت على قدكم، على قد هذاك الشيء اللي يكفاكم، تتسالى لكم ولا بغيتوا تعودوها تعودوها الا يعني الا بغيتوا تزيدوا. اما هي راه زوينه، نقول لكم لا زوينه، زوينه للثدي، البنات اللي عندهم الثدي ديالهم صغير، زوينه للاخوات اللي بغاو يزيدوا في الهونش وفي المؤخره، زوينه للاخوات اللي بيزيدوا في الخدود، يعني ما عندهاش اضرار. اليدين، السيقان، اي منطقه عندك بتديريها لها ديريها، كيديروها الاخوات كما قلت لكم اللي كيديروا القديره، راهم يعني تدير واحد الضجه الصراحه. هي والزيت اللي سبق لي عطيتكم ديال الودعه الحره راها شي حاجه إيفيكاس البنات. تبعوا معايا الفيديو، نبداو على بركه الله، وقبل لا نبداو ما تنساوش ليا اللايكات البنات، اللايكات اللايكات، بارطاجيو الفيديو، واللي اول مره كيشوفني ما ينساش انه يتابونا في لاشين. كنعتذر لان الصوت ديالي بحال شويه، الله ينجينا ويجيكم، عندي نزله ديال البرد. نبداو كما قلت لكم على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجو كمكون رئيسي البنات هو شمع النحل. شمع النحل راه كيتباع عند الاشاب وكيتباع عند الناس اللي كيبيعوا الاسل. غادي تاخذوا منه البنات واحد الطرف. انا نقول لكم مثلا انا تنستعمل بزاف، تنستعمل كميات كبيره، نتوما ديروا غير جوج معالق اولا معلقه كبيره من كل حاجه اللي غادي نتكلم عليها دابا، يعني بالتساوي داكشي اللي درتوه من هنا ديروه من هنا باش ما تلفوش، انما كما قلت لكم انا تنصاوب بزاف يعني كميات كبار. اشنو غادي نحتاجوا البنات؟ شمع النحل غادي نهزوا منه تقريبا معلقه كبيره حتى معلقه ونص. غادي نهزوا الكوزه البنات او جوز طيب. جوز طيب كما كتعرفوا زوين بزاف ومفيد، والريحه ديالو زوينه. باش نتفاهموا على هذه القضيه، هذا الزيت راه ما فيهاش الحلبه ما فيهاش الثومه،
يعني احسن زين تستعمليها للتسميم راه نقول لك انا راه شي حاجه ايفيكاس وشي حاجه واعره الصراحه. الله غادي نشدوها البنة جوج طيب وغادي نشدوها نديروها يعني نشويوها واحد شويه هكا. هذه راه تحرقات شويه خصها هي ما تحرقش فقط غير تشوى واحد شويه فوق البوطه ونحيدوها وغادي نشدوها نحكوها هنا في الكاسروله. غادي نزيدوا عليها هذا المكون هذا اللي غادي تلقاو فيه المشكل الصراحه اللي هو السمن ديال المعزي. السمن ديال المعزي ممكن انكم تلقاوه في الاسواق التجاريه بحال المرجان او غير ذلك، وممكن انكم تلقاوه عند اللي كيبيعوا العسل السمن الزبده البلديه ولا تلقاه عند شي مول المحلبه. انا كنوصي عليه كيجيني كما قلت لكم انا تنستعمل كميات كبيره. غادي نحتاجوا منه البنات معلقه كبيره، انا ندير انا حتى المعلقه ونص. انا الصراحه انا كنصوب لنا كما قلت لكم هكذا في القرائي تتكون ديما عندي. غادي نجيبوا الحكاكه وغادي نحكوا فيها الكوزه هنايا، انا نحكو وغادي نرجع معكم. كما شفتوا معايا البنات الكوزه هي حكيت انا وحده كامله، نتوما بامكانكم الا درتو غير معلقه معلقه بامكانكم ديروا غير النص، حتى الا درتو وحده راه ما فيها حتى اشكال. انا قطعت هنايا شمع النحل ها هو، غادي ناخذ منه حتى هو جهد معلقه ونص كبيره. غادي نجيبوا البنات الزيوت، وهنا فين كاين يعني اللعبه، هنا فين كاينه يعني السر كما تنقولوا، هو ان الزيوت خصها تكون طبيعيه وتكون معصره. بحال دابا هذه راني انا معصراها، راه هاد القرعه هذه راه تتسوى الثمن هادي، ولكن راه عصرها قدامي. شوفوا التخت ديال الصوجا فين نزل، شفتوا الصوجا البنات هي فول صويا، هذه الزيت ديالها تنعصرها انا عند مول الزيوت. هانتوما البنات غادي نحتاجوا زيت الصوجا، غادي نحتاجوا زيت السمسم وزيت الحلبه، انا مخلطاهم هنا. غادي ناخذ منهم فقط معلقه كبيره بحال هكا، وغادي معلقه كبيره هنا مخلطين اذا نص نص. غادي ناخذ البنات زيت الصوجا حتى هي معلقه صغيره بحال هكا، وغادي نحتاجوا المكون يعني اللي غني على التعريف اللي هو الدروه ديال الجمل. الدروه ديال الجمل البنات تتباع في بواطات بحال هادو غاليه، هي راه معروفه بان الثمن ديالها غالي، ولكن راه عندها فوائد كبيره وخدمت معكم بها تحاميل صحراويه. زوينه للبرد، زوينه تتكرط الصراحه، مخيره للناس اللي عندهم الضيقه، يعني هي كامله فوائد الصراحه، هي براسها صيدليه ومزيانه انها تزيد لنا في اي منطقه بغيناها. هذا هو سنه من جمال البنات اللي ما عرفاش شنو هي الدروه. غادي ناخذوا البنات سواء هاد القريعات الا كنتو كتثقوا في اللي باعهم لكم، يا يعني اما سيروا عند الجزار كما تندير انا وتنشري الدروه كنوصي عليها وكيجيبها لي. انا كما قلت لكم انا كنخدم بها التحاميل، كنخدم بها الزيوت، كنخدم بها وصفات ديال التسمين وزيدو تنخدم بها اللحسه، يعني ضروري انها تكون عندي تنوصي وتيجيبها لي. من الاحسن انكم تستعملوا دروه الجمل الجمل الاصليه، تنشدها انا وتنقردها حيت هي تجي قاصحه تجي بحال هكا ياك، كنشدها انا تنقطعها باش تجيني ساهله في الخدمه، فهمتوا البنات، وتسهل حتى انها تذوب. غادي نديروا منها حتى هي معلقه صغيره هنايا. شنو غنديروا البنات؟ غنشدوا هاد المكونات كاملين باش نخليهم فوق البوطه بحال غنديروا لهم غير باماغي غير يذوبوا لينا بلا ما يتحرقوا لينا، عاد غادي نضيفوا لهم المكونات الباقيه. انا رجعت معكم بنات بعد ما ذوبتها، شوفوا الشكل ديالها كيفاش يكون. حاجه وحده اللي ناكد لكم عليها، اي حاجه ضفتوها هنا خصها تكون مطحونه مزيان مزيان مزيان. شنو غادي ديروا البنات؟ غادي تجيبوا الكتيره اللي تكونوا مغربلينها على النائم، تكون يعني ما حرشاش بالمعنى انها تكون ماشي خشنه، تكون نائمه. غادي ناخذوا منها داكشي اللي خدينا من المكونات السابقه، معلقه ونص كبيره، نديروا معلقه ونص كبيره، نبقاو نحتارموا المقادير بحال هكا البنات. غادي نخلطوها. اشنو غادي نزيدوا ليها البنات؟ غادي نزيدوا هنايا الدهنه ديال عائشه، اولا الا ما عندكمش الدهنه ديال عائشه غادي ديروا فازلين. هنا الدهنه ديال عائشه الصحراويه راه افضل واحسن، ما كانتش غادي ديروا فازلين طبيه. صافي البنات غادي نشدوا منها واحد المعلقه كبيره ونضيفوها هنايا لهاد المكونات هادو. ديروا معلقه كبيره حتى معلقه ونص، وما تخليوش الزيت يبرد عاد باش تضيفوا ليها فازلين، وما تخليوهاش ثاني سخونه، يعني تكون غير بحال هكا. راه هي دفات عاد رجعت كنصور معكم باش ما تحرقش لينا، يعني فازلين ديالنا تحرق، حنا عندنا غرضنا بها غير الذوب، فهمتوا البنات؟ كترطب لينا وكتجمع لينا المكونات ديالنا. ردوا البال مع الزيوت، انا تنأكد لكم واحد الحاجه، حنا في الخدمه ملي كنخدموها كنخدموها بالضمير والله على ما اقول شيء، يعني الزيوت تكون اصليه تكون معصره،
الشمع النحل يكون اصلي، الدروه ديال الجمل ماشي غيرها. راه بزاف ديال الناس ما تيستفيوش في هذا الشيء، راه ماشي مزيان هكذاك. راه ريال حلال احسن من مليار حرام. انا هذا هو الشعار ديالي، يعني من صغرنا تعلمنا هذا الشيء، ان اي حاجه بغيت نصاوبها اولا صاوبتها لنفسي كما صاوبتها للناس. انا راه كندير كيلو من كل حاجه، وشي مره حتى جوج كيلو من كل حاجه، باش كنصاوبو في القرائي بحال هكذا، يعني تيكون عليهم الطلب، سواء هذه اولا ديال الوداء اولا الاخرى اللي صاوبت معكم ديال الاوميغا 3 اولا غير ذلك. راه عده زيوت كاينين، غير من هذه من اغلى الزيوت ومن احسن الزيوت، وفيها كما قلت لكم هاد المكونات اللي هما شويه حساسين، دروه ديال الجمال مع شمع النحل مع السمن ديال المعيز، فيها مكونات ولكن راها يعني شي حاجه طبيعيه وزوينه، ما فيهاش كاع شي اضافات هنا اللي غادي تقولي كيماويه غادي تضرني في البزوله اولا تضرني في الصدر ديالي اولا دير لي شي حبوب ولا شي حاجه. بالعكس هادو مكونات كلهم صحيين. انتما بنات هي دابت معنا فازلين ديالنا، غادي نجيبو واحد القرعه ديال الزاج، ردوا البال ماشي بلاستيك، الا لقيتو قرعه الزاج احسن، كان غير بلاستيك خليوها دي تتبرد بزاف هذا باش خويوها. غادي نشدوها غادي نردوها للقرعه هنا. هانتوما بنات خاصكم تزربوا عليها تخويوها، علاش تتبدا تتجمد؟ شوفوا هنا كيفاش بدات كتجمد، شفتوا سي نورمال راه فيها الدروه، واش فهمتوا؟ فيها عاوتاني السمن، السمن تيبدا تيجمع راسو. هانتوما شوفوا هنايا الجناب ديال القرعه كيفاش كيولي، شفتوا الشمع بحال الشمع. هانتوما بلاتي نوريكم واحد الطريف، شفتوا هكذا البنات. غادي نشدوها نسدو عليها ونخليوها ليله كامله، من بعد غادي نبداو نخدمو بها. ها القرعه اللي عطاتنا ديال القياس ديال معلقه ونص من كل حاجه، كتعطيك هاد القرعه اللي غادي تديك تقريبا واحد الشهر 20 يوم على حساب شحال مره غادي تستعمليها في النهار. بالنسبه لهاد الزيت البنات راها سخونه، يعني ملي نديرها ما نخرجش، راه السمن ديال المعيز راه سخون، وراني وريتكم الطريقه كيفاش كيعالج الناس اللي عندهم الروماتيزم واللي عندهم بوز اللوم السياتيك، راه تيستعمل المفاصل هو ياك، زائد الكوزه سخونه زائد الشمع ديال النحل زائد الدروه، هادو مسائل اللي ما تيبغوش البرد. فهمتوني يا البنات؟ يعني الا درتها البزوله ديالي نغسلها بالماء والصابون دافي وندوز عليها هاد الزيت نشفى بالفوطه، هذا باش ندوز عليها الزيت مزيان مثلا للثدي اولا لهنا اللي هونش اولا المؤخره، اي مكان بغيت ندير ليها الزيت ما كرهتش انني ندفيه شويه. فاش ندفيه ندهنو ندير ليه المساج يعني مزيان. البنات اللي عزيز عليهم فاش يكونوا تيديروا الشاور ديالهم اولا الدوش ديالهم يدخلوها معاهم للدوش، فاش تكوني كدوشي حتى تغسلي شعرك اولا يعني كتكوني ماشي باغا تحكي غير باغا ديري الماء والصابون اولا هكذا يا دوش خفيف، كتغسلي بالماء السخون وكتدخليها معاك كدهنيها على الصدر اولا على البلاصه اللي بغيتيها تزاد. من بعد خليها واحد شويه واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، راه الا خليتيها تبات ترى ما عندهاش اشكال. عاد باش غسلي بالماء والصابون عادي اولا مسحي غير بالبابي، كتشد هي كتدهن، مثلا بغيت نديرها ليدي كنشدوها كندهنوها بشكل دائري اولا غير هكا تنحكوها بحيث ان المكونات تدخل عندنا للداخل. كما شفتوا راه كما قلت لكم راه ما فيهاش الحلبه، ولكن هاد المكونات تبارك الله راهم كافيين وقادين للغرض. شوفوا كيفاش بدات كتجبد معنا القرعه ديالنا، شفتوها هكذا كتجيك على شكل كريمه على شكل زيت يعني ثقيل. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه، تنتمنى انكم تجربوها، واللي ما عرفش كما قلت لكم مره اخرى انه يديرها يتواصل معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه يعني في الواتساب ماشي لي زابيل، انا ما كيطلعوش عندي كاع لي زابيل اصلا وخايبه لك راه كيصوني، انا محيده هذيك الميزه لان جهداش غادي نجاوب، بالتالي كنجاوب انا غير الاوديو في الواتساب. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وتجربوا هذا الزيت وتدعيوا معايا بالخير، واللي مازال ما دارش اللايك يديرها. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.